أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فعلاقتي بالقرآن الكريم بدأت منذ الصبا، أي منذ أن كنت صغيرا. درست بكتاب قريتنا، ختمت فيه سلكة واحدة، ثم انتقلت إلى مدينة سيدي إفني إلى المدرسة العتيقة بالمسجد الكبير، ختمت فيه ختمتين، الختمة الثانية يعني ختمت فيه الختمة الثانية على يد شيخنا سيدي محمد الدريوش حفظه الله. ثم بعد ذلك انتقلت إلى مدرسة إمن وداي العتيقة بضواحي تلودانت، ختمت فيها سلكتين اثنتين على يد شيخنا سيدي الحاج الطيب المنذر حفظه الله ورعاه. ثم بعد ذلك درست علوم التجويد بالمدرسة نفسها، ثم انتقلت إلى دراسة العلوم الأخرى المصاحبة وكعلوم الفقه وعلوم النحو والصرف والحديث والتفسير. ثم تخرجت من هذه المدرسة، المدرسة العتيقة لإمن وداي. لما كنت أدرس القرآن الكريم كنت أيضا أتابع دراستي بالمدرسة النظامية ببلدتنا ضواحي سيدي إفني، حيث بلغت إلى المستوى الخامس ابتدائي، ثم خرجت لأتمم دراستي للقرآن الكريم. وفي هذه الآونة الأخيرة بالضبط يعني في 2015 حصلت على شهادة البكالوريا، ثم ولجت إلى كلية العلوم الشرعية بمدينة سمارة، أتممت فيها دراستي حتى حصلت على الإجازة في الدراسات الفقهية والعلوم الشرعية. بدأت الإمامة الصلاة
منذ 1998 بحيث كنت أتولى الإمامة بمسجد بضواحي سطات، وذلك لمدة عامين، وكانت هذه أول بداية في وظيفة الإمامة. ثم انتقلت بعدها في سنة 2000 إلى هذا المسجد، مسجد الدرهم بمدينة الداخلة، حيث توليت فيه أيضا الإمامة ومهمة الخطابة. ومنذ 2000 إلى الآن وأنا أمارس هذه المهمة بمسجد الدرهم بالداخلة. القراءة الأحب إلى نفسي هي جميع القراءات التي يقرأ بها القرآن الكريم، أحبها ويعني أتمتع وأستمتع بالإنصات إليها. لكن القراءة التي يعني أقرأ بها هي القراءة بالصيغة المغربية والقراءة بالصيغة المحلية وقراءتي أنا الشخصية، يعني القراءة التي أقرأ بها في صلواتي، في الصلوات الخمس وصلاة التراويح وغير ذلك. هذه هي القراءات التي يعني أحبها وهي محببة دائما إلى نفسي. القراء الذين تأثرت بهم أذكر على سبيل المثال الشيخ عبد الكبير الحديدي، ففي الفترة التي كنت يعني بمدينة سطات كنت يعني دائما أذهب للاستماع لقراءته، خاصة عندما كان بمسجد حي الفرح بسطات، كنت بعض المرات أذهب إلى مدينة سطات وأستمع لقراءته في الصلوات الخمس، وخاصة في صلاة المغرب والعشاء والصبح. كان تأثرت به منذ ذلك الحين. لكن لدي أيضا قراء آخرون تأثرت بهم كالشيخ العيون الكوشي، وبالديار المصرية هناك الشيخ الكبير محمود خليل الحصري. هؤلاء هم القراء الذين تأثرت بقراءاتهم، وأنا أستمتع دائما بالاستماع إلى قراءاتهم القرآنية. أقضي يومي في رمضان كما هو معتاد، أمارس مهامي المعتادة، إمامة الصلاة بالمسجد كصلاة الظهر والعصر والمغرب بالمصلين، بالإضافة إلى في يوم الجمعة تكون صلاة الجمعة بخطبتها. وفي دائما بالإضافة إلى هذه المهام، مهام الإمامة والخطابة بالمسجد، أمارس مهامي أيضا بالإدارة بالمجلس العلمي، حيث يعني أذهب إلى المجلس للوقوف على البرامج التي سطرها المجلس في هذا الشهر المبارك، بخصوص برنامج رمضان للمجلس. أسهر على الأنشطة وعلى يعني تنفيذها على أرض الواقع، ثم يعني أبقى في المسجد إلى وقت الصلاة، ثم أذهب للصلاة بالمسجد، ثم أقضي بعض الأمور وبعض الأغراض الخاصة بالبيت أيضا، بالإضافة إلى مصاحبتي للقرآن الكريم تلاوة وقراءة وتدبرا، ثم هناك بعض إنجاز بعض الدروس التي يعني تلقى في شهر رمضان، خاصة على قناة المجلس في اليوتيوب وصفحته على الفيسبوك. هذا هو البرنامج اليومي الذي أقوم به طيلة شهر رمضان،
وبالنسبة لصلاة التراويح، صلاة التراويح في هذه السنة هي متوقفة للظروف التي نعرفها جميعا، وهي ظروف جائحة كورونا والإغلاق الليلي الذي يعني قامت به السلطات العليا للبلاد بقيادة أمير المؤمنين، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بهذا الوباء. أقوم بصلاة التراويح بأبنائي في المنزل كل يعني بعد صلاة العشاء، دائما نقوم بصلاة التراويح جماعة في البيت مع أبنائي، وهذا فيه يعني تواصل أو اتصال بهذه السنة الحميدة، حتى يعني نبقى دائما في تواصل معها، وحتى ما في ظل هذا الإغلاق نحن يعني نقوم بهذه الصلاة داخل البيوت، وهذا شيء جائز وكل المواطنين يقومون بنفس التوجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. آمنت بالله صدق الله العظيم.